طيب بص يا ريم، احنا طبعا واخدين معاد انه الجميله ريم مصطفى تكون معانا، وفي حد لما عرف ان انت جايه النهارده تصوري، حد يخصك قال طب انا هو انا ممكن اجي احضر الحلقه بس يعني اتفرج زي يعني مع الناس. اوكي، فهو غالبا في الجمهور في حد يخصك. انا هقعد ادور كده. اخت فاطمه، اه فاطمه هو القرايب ممنوع يحضروا الحلقات. ده انا ما شفتهاش كمان والله، فرصه والله. ده فعلا وحشتيني. هناخد فاصل بقى ونشوف الاختين مع بعض، فاطمه وريم.